أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، أينما كنتم أسعد الله صباحكم هذا بكل خير، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة فسلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. من هنا من ميدان اللبسة لسباق الهجن نتواصل معاكم في هذا اليوم ويومنا الثاني الذي ينطلق هذا المهرجان بفئة اللقاية لأبناء القبائل مع الخمسة كيلومترات التي نتابعها في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي في هذا المسير. بدينا بهذه الرحلة الموفقة، وعلما أن الجائزة سيارة للفائز بالمركز الأول، وبقية المراكز جوائز نقدية قيمة رصدت للفائزين، علما أن الجائزة مقدمة من سعادة ناصر بالعوضي المنهالي، له جزيل الشكر والاحترام على ما قدم من دعم لهذه الرياضة العربية الأصيلة. على البركة نبدأ المشوار ونبدأ أيضا بفرز المراكز الأولى لنعطيكم الوصف التفصيلي للمراكز المتقدمة. الشامخ وهو شامخ وهو طالع ويسجل حضوره في أول المراكز بشعار طارش بن علي بن بخيت المسافري، يتقدم بالمركز الأول ويتأهب أيضا للسيارة وللناموس وللزعفران. أما المتابعة من المركز الثاني، المركز الثاني فشعار بن عبود أيضا ينافس على الصدارة وعلى المركز الأول. أما المركز الثالث فيأتي اللي هو شاهين حمدان بن غدير بن دعيفس الشامسي، والمتابعة من المركز الرابع فهنا وسوس وخليفة بن راشد بن سالم الضبع يقدم لنا وسوس. رابعا المركز الخامس، المركز الخامس أيضا له نصيب الأسد حمد بن صالح بن جابر الشرقي، والمتابعة من سادس المراكز ويا محاسن الصدف أن بالمركز السادس ويحمل رقم ستة سعيد بن مبارك بن ضعيف بن نابت المري يتقدم سادسا. والمركز السابع فهنا النشمي حارب بن محمد بن حمد الاشتبي. تقريبا هذه المراكز الأولى المسموح لنا لها بالإذاعة الستة، المراكز الأولى. نحن نعود إلى مجريات الشوط ونتقدم مع المركز الأول لنتابع ماذا طرى وجرى على مقدمة الشوط. بن عبود يتقدم على ظهر مياس، على ظهر مياس حمد بن مصبح بن عبود الغفلي لابس عقال السبق منكوس، ما دام عندي ولد مياس يهبني من مطلعي كوس، خلك مع الكوس وخلك مع الناموس وخلك مع لبس العقال منكوس. يا راعي مياس، يا راعي مياس، ركز وراقبه، ركز وراقب، لأنك أنت تركض وتتحدى على أرضية ميدانك. المركز الثاني الشامخ طارش بن علي بن مبابر بخيت المسافري من طرش اللي هو الشامخ في هذا الشوط بالمركز الثاني. ولك جماهير تتابعك، جماهيرك يتابعونك، مبشركم، مبشركم يا متابعين المسافري أنه ينافس على المركز الأول، أنه ينافس على المركز الأول وعلى السيارة، انتظرونا المزيد. المركز الثالث فيقترب من وسوس وخليفة بن راشد بالضبع بالمركز الثالث. والمركز الرابع فهنا شاهين حمد بن صالح بن جابر الشرقي بالمركز الرابع. والمركز الخامس، المركز الخامس النجمي حارب بن محمد بن حمد الاشتبي. والمركز السادس نقول هني اللي هو شاهين سعيد بن مبارك بن نابت المري. هذه النتيجة، هذه النتيجة، الله عليهم، الله عليهم. هالبلي معلة صامدين بالمراكز الأولى. سالم بن جرش أيضا سجل أفضل توقيت في صباح هذا اليوم على ظهر غازي، وهذا هو بن عبود أيضا بيضيف النقطة الثانية، بيضيف النقطة الثانية لأهل فلج المعلة. يلا كملوا، كملوا الفرحة وكملوا المشوار، كمل، ما زال يصارع، يصارع على المركز الأول. حمد بن مصبح بن عبود الغفري المركز الثاني، لا تمن منه، هذا طارش بن علي بن مسافري، لا تمن منه لأنه يتابعك خطوة بخطوة، وين ما بتروح معاك، وين ما بتروح معاك ويتابعك في حلك وترحالك، يتابع الموقف. المركز الثالث يالله يالله يالله، الحذر قادم، الحذر الحذر، نقول محمد بن سعيد بن علي بن عمر الشامسي قادم، الشامسي يا الشامسي
الشمسي لا تحير يا الشمسي لا تحير، هات القلم والدواية بكتب خطوط الرسائل مني سلام وهداية. الله الله الله، نبغي الهدية العودة بس يا الشمسي، نبغي الهدية العودة اللي هي السيارة، اللي هي السيارة. حرك حرك لأن بدينا بدينا بدينا، والمركز الرابع يقترب. الزعيم حنا بن محمد بن لويع العامري، يوبو يلا بدأ الهجوم، بدأ الهجوم يا مشاهدين يا متابعين. بدأت الشعارات من كل الميادين تهاجم، تهاجم المقدمة. القادم لطام خالد بن حمد بن راشد، ليش تبي يلطمهم لطام؟ سووا له درب، سووا له طريق، سووا له، أعطوه المجال. يا ابن عبود يا ابن عبود، اشرد اشرد. الشردة نص نص الناموس، الشردة نص الناموس نقول. ولكن المسافري، المسافري يصارعك على المركز الأول، يصارعك والجماعة هاجمون، أهل الطلايب قادمون. القادم 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 نقول، اللي هو شاهين حمد بن قريع العامري بن قريع قادم، وعنده ايضا من يتابع راعي للطاب خالد بن حمد بن راشد. اشتعلت المعركه، اشتعلت المعركه. يابا بابا 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 بابا، الهجوم المتواصل من كل الشعارات بدا الهجوم. ولكن المسافري، المسافري يا بوي، المسافري يبعد. الجماعه واصلينك، الجماعه واصلينك، تلحق ما تلحق على الناموس، لان بدينا نقترب من الامتار الاخيره، الامتار الاخيره، ونحن نتابع. ولكن الهجوم بدا، الهجوم بدا من شاهين حمد بن قريع بالروس العامري. الله الله، خذ الراس، خذ الراس بالروس الى راس المقدمه، الى راس الشوط، الى راس الناموس. هذا هو شاهين، شاهين واسرع من الشواهين. يا سلام يا سلام يا سلام، هذا هو شاهين. والا فلا، نزل عليهم نزلة البلاء. المركز الثاني يتحرك ايضا للطام خالد بن حمد بن راشد. الاشتبي يا امال شاهين في مكان الامان، في مكان الزعفران. القادم القادم شاهين مبارك بن صبح بالضبعة، قادم بن مبارك. الضبعة يا الضبعة، الضبعة قادم، الضبعة قادم يا العامري يا بروس. الضبعة يوك 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 يوك، وصل 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 وصل. الله عليه الله عليه، هجومه هجومه هجومه، الهجمة المباركة، الهجمة المباركة من بضبيعة بالروس بالريو. الله الله الله، خذا 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 بشراع ويداف، نقول خذا بشراع ويداف. في اللحظات الأخيرة، في اللحظات الأخيرة، شاهين مبارك بن مصبح بن مبارك الضبع الاشتبي ينهني على الفوز وعلى الناموس وعلى الانتصار. تهانينا تهانينا لهالفلي المعلة، تهانينا لهالفلي المعلة على فوز شاهين بالمركز الأول في هذا. ومشكور يا قائد فيلق اللبسة، مشكور يا قائد فيلق اللبسة عبيد بن سالم بن جرش. نهنيك نهنيك على الانتصارات المتتالية في صباح هذا اليوم. سلام سلام نقول من اللبسة، من اللبسة إلى فلج المعلة، وإلى الراشدية، وإلى بياتة، وإلى كل مناطق أم القوين الجميلة، على هذه الانتصارات التي دارت في هذا اليوم وأفضل توقيت. خذوا المركز الثاني، المركز الثاني كان من نصيب شاهين حمد بن قريع بالروس العامري، والمركز الثالث، المركز الثالث مشكور احمد بن مبارك بن سالم الزرعي. هذه النتيجه الثلاثه. والمركز الرابع نقول سراب حميد بن محمد بن عيفس الشامسي، والمركز الخامس رعم صيحه مشكور يا ابو حمد اللي هو الحذر محمد بن سعيد بن علي بن عمر الشامسي. طيب مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، هذه النتيجة كما وصلتنا من المراقبين والمهتمين بالمتابعة والتنظيم. والتوقيت الزمني الذي سجله شاهين 7:45 وثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس المبارك بن مصبح بن مبارك بالضبع الاشتبي على الفوز. أما اللي وصل بالمركز الثاني شاهين حمد بن قريع بالروس العامري، والتوقيت الزمني 7 دقائق بالتأكيد 45 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا وألف مبروك. المركز الثالث كان الدخول جماعي بين بنت عيفس والزرعي، نهنيهم الاثنين. والتوقيت الزمني 7 دقائق ناخذ التوقيت من مخرجنا، 7:47 وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس للفائزين.